مساء الخير. النهاردة هنعمل مع بعض البسبوسة. المقادير: كوباية لبن، كوبايتين ونص من دقيق السمولينا الخشن، كوباية لربع من سمنة البلدي، ممكن استعمل زبدة، كوباية لربع سكر، كوباية جوز الهند، معلقة بيكنج باودر، وللتزيين لوز مقشر انصاص وشوية فستق حلبي مطحون. هنشوف هنعملها زي مع بعض. في بولة كبيرة هحط دقيق السمولينا، السكر، جوز الهند والبيكنج باودر، وقلبهم كويس قوي. دلوقتي هنحط الحاجات السائلة. كوباية اللبن، بنستعمل كوباية لربع من السمنة، هحط نصها وقلب بسرعة، اتأكد ان كل حاجة اندمجت، بس معجنهاش كتير كده. خلاص البسبوسة اتعجنت كويس، هبتدي نحطها دلوقتي في الصينية. الصينية اللي هنحط فيها عجينة البسبوسة بدهنها كويس جدا بالطحينة، ما بدهنهاش بالسمنة لان البسبوسة بتشرب السمنة بتطلع ناشفة. بدهنها كويس جدا بالطحينة وما نخافش طعم الطحينة مش هيبان في البسبوسة. ما بنبططهاش قوي في الصينية، بس بنسويها. هنبتدي نقطع البسبوسة قبل ما ندخلها الفرن. بعد ما قطعنا البسبوسة هنبتدي نزوقها باللوز المقشر. هنبتدي دلوقتي نرش عليها شوية من الفستق الحلبي المطحون. كده خلاص خلصت البسبوسة. هدخلها في فرن البوتاجاز على درجة حرارة 375 وهحطها في الرف المتوسط، وهتقعد تقريبا ما بين 30 ل 35 دقيقة، ونخلي بالنا منها لانها بتختلف من فرن لفرن. هنرجع نشوف هيبقى شكلها ازاي. لشربات البسبوسة او لسيروب البسبوسة تجين 3 كوبايات ونص مية، كوبايتين سكر، ومعلقة صغيرة من عصير الليمون. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. في كسرونة على النار هضيف السكر وعليهم المية وقلبه كويس لغاية لما يدوب السكر، واسيبه لغاية لما يغلي. اول ما الشربات يبتدي يغلي هضيف معلقة الليمون، وهضيف نص كمية 3/4 كوباية السمنة، وهوطي على شربات البسبوسة واسيبه كمان من 4 ل 5 دقايق. وهنخلي بالنا الشربات بتاع البسبوسة بيكون خفيف جدا غير بتاعة الكنافة والبقلاوة. حاجة تاني انه لازم لما نيجي نحط الشربات على البسبوسة تكون البسبوسة سخنة ويكون الشربات سخن عشان البسبوسة تكون طرية وتفضل متماسكة. طلعت البسبوسة من الفرن، قعدت تقريبا 35 دقيقة، واخر دقيقتين حطيتها على البرويل علشان تحمر وشها. دلوقتي السيرو سخن معانا، حطيته بس في الكوباية عشان يبقى سهل عليا. هبتدي اسقي بالبسبوسة. بعد ما سقينا البسبوسة بالشربات هسيبها لما تبرد خالص، وبعد كده نقطعها ونرجع نشوف هيبقى شكلها ازاي. وده شكل البسبوسة بعد ما بتبرد وبنقطعها، بتبقى ليها طعم جميل جدا ومميز، ما تختلفش ابدا عن اللي جايبينها من بره، وبتبقى طرية وفي نفس الوقت متماسكة. ان شاء الله الطريقة تعجبكم وتجربوها. الى اللقاء.